هنا WBCQ نقدم لكم راديو فرصة العالم الأخيرة worldslastchance.com من مونتيتشيلو في مين في الولايات المتحدة الأمريكية. جرائم عنف، اضطراب سياسي، عدم استقرار مالي، كل شيء يشير إلى أن أزمة لا مثيل لها على وشك الحدوث. استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي. راديو فرصة العالم الأخيرة، نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك. عنوان درس الكلمة اليوم: الحاخام راشي ألغى بتفسيره أهم نبوة في إشعياء حول المسيح المنتظر. أحبائي، أهم نبوة في الكتاب المقدس حول المسيح المنتظر نجدها في إشعياء. نقرأ من عدد 13 من أصحاح 52 وحتى نهاية إشعياء 53. 15 آية دي هي أهم ما كتب في الكتاب المقدس حول المسيح، حول المسيح. كتبت 700 سنة تقريبا قبل ولادة السيد المسيح، والعخام راشي ألغى النص الصريح أو ألغى التفسير الصريح اللي بتشير إليه هذه الآيات الخمستاشر اللي هنقراها. وقبل ما نتطرق إلى كيف قام الحاخام راشي بهذه الفعلة الشنيعة، أحب أن أقرأ الآيات معكم ونلتز بهذه النبوة الجميلة والواضحة والعجيبة، لأنه عجيبة في تفاصيلها وعجيبها في رسم شخصية السيد المسيح وفي رسم الدور الذي سيقوم به وفي رسم موت الكفاري وفي رسم تمجيده الذي حدث بعد إنجازه للمهمة التي أنيطت إليه من الآب. هنا نقرأ من عدد 13 من أصح 52، لأنه عدد 13 إلى 15 هو مقدمة لأصحاح 53. طبعا ما كانش فيه فواصل بوقت كتابة سفر إشعياء، الفواصل اللي عندنا النهاردة بين الأصحاحات، فإحنا هنقرأ النبوة من بدايتها. فهنا بيتكلم يهوى بيقول: هو ذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. يعقل يعني يفلح، ويتعالى ويرتقي ويتسامى جدا. كما اندهش منك كثيرون، كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل، وصورته أكثر من بني آدم. هكذا ينضح أمما كثيرين، من أجله يسد ملوك أفواههم، لأنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوه فهموه. دي الثلاث آيات اللي هي تعتبر المقدمة، وبيتكلم فيها يهوى وبيقول إنه قبل ما هيتعالى وهيتسامى وهيرتقي جدا هذا الشخص اللي بيتكلم عنه الإله يهوى، بيقول لنا إنه لا، هيمر بمرحلة صعبة جدا من الآلام، والناس الملوك أو حكام الأرض لما يشوفوه في الهيئة دي، هيئة الآلام، وبعدين يشوفوه ممجد، يقول لك الملوك الأرض مش هيكون عندهم أي كلمة ينطقوا بها. إزاي حصل هذا التغيير الكبير في المكانة ما بين إنسان
تألم مثل هذه الآلام، ولكن الآن ممجد مثل هذا المجد. فهنا نبتدي بقى في النبوة: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب أو ذراع يهوى نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من يهوى ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، ويهوى وضع عليه اسم جميعنا، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه، من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما يهوى فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم، يرى نسلا تطول أيامه، ومصرة يهوى بيده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وأسامهم هو يحملها، لذلك أقسم له بين الأعزاء، ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. أمين. يهوى يبارك هذه الآيات الخمستاشر اللي قريناها. إلا أي إنسان، أي إنسان من غير أن يكون دارس أو مثقف أو ملم يرى بوضوح إنه الآيات الخمستاشر دي بتتكلم عن فرد واحد، عن فرد واحد، وإنه هذا الفرد، هذا الإنسان الواحد اللي بيتكلم عنه يهوى بلسان أشعياء هو عبد يهوى، وأوصاف وكل التفاصيل التي أعطيت في هذه النبوة المكونة من 15 آية انطبقت انطباقا كاملا على يهودي واحد، يهودي واحد، وهو يهوشوا المسيا أو يهوشوا المسيح. فكل حاجة كتبت هنا تممها في حياته وفي موته وفي قيامته السيد المسيح. وعلى مر العصور كانت الخمستاشر آية دي، خمستاشر آية دي هي مصدر تشجيع وإلهام كل أتباع المسيح، لأنه رأوا أن المسيح بالفعل تمم هذه النبوة التي كتبت أو كتبت قبل ما يولد المسيح بحوالي 700 سنة. المسيح تممها، وبالتالي تحقق كل ما ذكره أشعياء، وما عادش في أي شك في مين هو المسيح. هو هذا الحمل البريء الذي
حمل كل خطايا العالم، تحمل كل خطايا العالم وحسبت عليه كل خطايا العالم. طبعا اليهود كانوا ملمين إلمام تام بهذه النبوة، ملمين إلمام تام بهذه النبوة، وهذه النبوة كانت بالنسبة لهم نبوة غريبة. من ناحية شافوا إنه هي بتتكلم عن إنسان، عن عبد، عن إيه؟ عن واحد، عن فرد. ومن ناحية أخرى عندهم مفهوم إنه هذا الإنسان اللي هيتسامى ويرتقي ويتعالى جدا هو المسيح ابن داود الملك العظيم. فإزاي ممكن ابن داود المسيح الموعود اللي وعدوا به اليهود إنه يتألم ويعاني ويتحمل خطايا كثيرين، وإزاي ممكن أن يموت هذه الموتة الصعبة، هذا الوصف الذي وصف؟ فكانوا محتارين، احنا منتظرين ناصر، منتظرين ملك من نسل داود هيحررنا من الرومان ويحررنا من المستعمرين. وهنا في نفس الوقت شايفين انه يهوى بيتكلم عن عبد لي، عبد لي يعني مدام عبد اليهوى فمعناه هو ابن اليهوى، يعني مرسل من قبل يهوى. والكلام الجميل المكتوب ده يوضح انه هذا الانسان ليه مهمة هامة جدا، ومن اجل انه هينجح في هذه المهمة الجميلة دي او الهامة دي او التاريخية او المصرية فسيتمجد تمجيد كبير جدا من قبل الآب. فاحتاروا اليهود، احتاروا من ناحية المسيح لي هيئة معينة أو صورة معينة تخيلوها، ومن ناحية تانية يهوى بيتكلم عن واحد عبد لي هيتألم كل هذه الألام ويتحمل كل هذه المعاناة. فإزاي وفقوا بالاثنين؟ بعض من اليهود فتوا فتوى إنه لابد أن يكون في مسيتين أو اثنين من المسحاء، واحد هو يسمى ابن يوسف، فيقولوا أشعياء 52-53 مش بيتكلم عن المسيح الثاني اللي هو ابن داود الملك المنتصر اللي هينصرنا على الرومان وهينصرنا على كل أعدائنا، وإنما هنا لابد إنه كان في اثنين من المسحاء، والأوصاف دي اللي موجودة في أشعياء 52-53 هي بتكلم على المسيح ابن يوسف. ده اخترعوهم اليهود الحخامات عشان يوفقوا بين الصورة اللي تخيلوها للمسيح المنتصر وبين الكلمات الواضحة الصريحة اللي موجودة في أشعياء اللي ما يقدروش ينقضوها. سفر أشعياء من أهم الأسفار في الكتاب المقدس، وما فيش أبدا أي تشكيك في صحة هذه الآيات. اليهود كانوا دائما أمناء في المحافظة على النص، وهذا النص ما اعترضوش عليه إنه ده نص مدسوس أو نص غير أصلي غير موجود في الكتابات الأصلية اللي كتبها أشعياء. لهم أقروا إنه ده نص أصلي، فبالتالي أصبح عندنا نوعين من المسيح. وهنا بيتكلم عن المسيح الغلبان اللي هو ابن يوسف. ليه سموه المسيح ابن يوسف؟ لأنه يشبه حياة يوسف عندما بيع من إخواته واستعبد في مصر وتألم وسجن، ثم تسامى جدا بعد فترة الضيقات والألام التي عانى منها يوسف. فيقولون دي تنطبق على إيه؟ على المسيح يوسف، المسيح ابن يوسف. طبعا أحبائي ده أحد التفاسير اللي هم خرجوا بيها اليهود عشان
يتعاملوا مع هذا النص، وأصبح اقتناع كل اليهود أنه هذه الآيات الـ15 بتتكلم عن المسيح، ما فيش إنكار لذلك، ولكن مش بتتكلم عن المسيح ابن داود وإنما عن المسيح ابن يوسف. ففضلوا على هذا الفهم لمدة حوالي 1000 سنة بعد صعود السيد المسيح. 1000 سنة واليهود يؤمنوا ولا ينكروا إنه أشعياء 52 و53 بيتكلم عن المسيح، ولكن مش المسيح ابن داود، ولكن على المسيح ابن يوسف اللي هيموت، ولكن هيجي المسيح ابن داود ويقيمه من من الأموات. هكذا اعتقد الحاخامات، وهكذا اعتقد وآمن أتباع الحاخامات على مر العصور، إلى أن جاء الحاخام راشي. الحاخام راشي اليهودي والفرنسي المولد. وأنا لازم أكلمكم عن الحاخام راشي، لأن الحاخام راشي من أهم الشخصيات اليهودية في العصور الوسطى. هذا الحاخام عاش في القرن 11 في مدينة تروا الفرنسية، وهذا الحاخام اللي اسمه راشي كتب موسوعة تفسيرية للتلمود ولأصفار العهد القديم. يعني النهاردة إذا أي حد يهودي عاوز يدرس في التوراة أو يدرس في التلمود يلجأ إلى تفاسير الحاخام راشي لكل ما كتب في العهد القديم، ولكل ما كتب في المشنة، ولكل ما كتب في التلمود. يعني هذا الحاخام كتب أهم موسوعة تفسيرية عند اليهود، أهم موسوعة تفسيرية عند اليهود كتبها هذا الحاخام. الحاخام في القرن 11، والنهاردة أصبحت دي المرجع الأساسي اللي يلجأ إليه كل الحاخامات اللي بيحبوا يدرسوا التلمود، لازم يستشيروا اللي كتبه راشي. وراشي لأنه كان عايش في منطقة مليانة من المسيحيين، وكان فيها اليهود والمسيحيين عايشين مع بعض في تروا الفرنسية، كانوا دايما المسيحيين الأساقفة أو الرهبان يحاوروه حول أشعياء 52-53 ويقولوا له إزاي ما تشوفش إنه هذه الآيات بتتكلم وتنبأت عن السيد المسيح اللي أنتوا صلبتوه ورفضتوه. كل حاجة حصلت في حياة السيد المسيح كانت إتمام تماما لهذه الكلمات. وكانوا لأن هو كان حاخام وكان معروف بكتاباته التفسيرية، كان يلجأ إليه اليهود ويقولوا له نعمل إيه؟ أشعياء 52 الآيات الثلاثة الأخيرة وأشعياء 53، هل ممكن فعلا دي تكون عن المسيح اللي إحنا رفضناه؟ أمام هذا التساؤل المستمر من قبل اليهود، وأمام كل الاستفزازات اللي كانت تجيله من رجال الدين المسيحي إنه هو بيتجاهل نبوة هامة جدا في كتابه الذي يؤمن به وهو العهد القديم، وصل إلى حل عشان يريح نفسه ويريح اليهود، وصل إلى تفسير إنه هذا الأصحاح أو هذه الآيات الـ15 مش بتتكلم عن فرد، وإنما بتتكلم عن أمة إسرائيل، عن اليهود كشعب، وإنه إنه هنا كل الكلام ده اللي هو بصيغة الفرد، إنما الفرد هنا
هو رمز لأمة إسرائيل. فقال لهم لما أنتوا تيجوا وتقروا هنا، مش بيتكلم ده عن حياة فرد عاش من 1000 سنة أو 1030 سنة واتصلب ومات، ده كان إنسان مدعي كاذب. هنا النبوة دي بتتكلم عن أمة إسرائيل، وإزاي أمة إسرائيل عانت واضطهدت من أجل التكفير عن خطايا الأمم الغير يهودية. يعني بمعنى آخر، لما كان بيقع علينا كده، كان رشاي بيعلم في تفسيره، لما بيقع علينا، لما إحنا بنضطهد، إحنا بنضطهد عشان نكفر عن خطايا الآخرين. واستطاع هذا الحاخام اللي اسمه راشي، اللي كل إنسان مسيحي اليوم وكل إنسان يهودي اليوم ينبغي أن يعلم من هو المسؤول عن توجيه أنظار كل اليهود بعيداً عن المسيح، لما بيقروا أشعياء 52-53. النهاردة أي حاخام يهودي، أي حاخام يهودي لما يقرأ أشعياء 52 الثلاث آيات الأخيرة وأشعياء 53 اللي احنا قريناها، يتعزى ويقول كل اللي احنا مرينا فيه كشعب من اضطهادات، من عقوبات، من مطاردات، من تشتت، من سبي، من ضيقات، كلها لأنه احنا الحمل الوديع اللي بيكفر عن خطايا العالم كله. وعاوز اقول احبائي، التفسير عاطفي جدا وتفسير معزي جدا. وعاوز اقول لاخوتي اليهود اللي اضطهدوا على مر العصور، انه كثير منهم تشجع بالفعل وتعزى في وجه كل المضايقات والاضطهادات التي مر بها، وكان اخرها المحرقة بتاعت هتلر للستة مليون يهودي. كان المتدينين من اليهود الذين احرقوا في المحرقة او في المجزرة بتاعت الهولوكوست، كان بيتعزوا بهذه الايات. فانا مش جاي انكر انه هذه الايات بالفهم بتاع راشي كانت سبب تعزية للكثير من اليهود، لا، هذا حقيقة وحصل. ولكن أنا جاي أقول إنه راشي بهذا التفسير الغير كتابي والمغلوط والخاطئ تماما، استطاع أن يقنع اليهود أو يبرئ اليهود من جريمة رفض السيد المسيح، واستطاع أن يقنع اليهود إنه المسيح ما كانش ده المقصود به في هذه الآيات. لأنه لو فهموا أن هذه الآيات تقصد بها المسيح لقبل اليهود المسيح. النهاردة كل اليهود الميثانيين، يعني اليهود اللي بيؤمنوا بالمسيح، المفتاح اللي جعلهم يقبلوا السيد المسيح هو تخلصهم من تفسير الحاخام راشي واعتمادهم على فهم هذه الآيات بأنها بالفعل بتشير إلى فرد وليس إلى أمة، وأنه إذا طبقناها أنه على الأمة، على أمة اليهود هذه الآيات لا تنطبق، وهنشوف إزاي أنه هي إيه لا تنطبق. ولكن عاوز أقول حاجة، أنه تفسير راشي اللي هو جابي في القرن الحداشر لم يترسخ مباشرة، يعني مش من أول ما طلع بهذا التفسير الحاخام راشي كل اليهود قابلوه، لا. مثلا في القرن الثاني عشر، في القرن الاثناشر، كان في واحد من فطاحلة اليهود في العصور الوسطى اللي هو اسمه موسى بن ميمون، اللي هو أكثر علماء التوراة علما ونفوذا في ذلك الوقت، وكان نقيب الطائفة اليهودية في مصر وطبيب صلاح الدين الأيوبي، قال
إنه راشي أخطأ تماماً بتفسيره، وإنه هذه الكلمات لا يمكن أن تطبق على إيه؟ على تنطبق على إسرائيل كأمة، وإدى أسباب وجيهة، إدى أسباب وجيهة، وهنستعرض بعض الأسباب دي وإحنا بنشرح ليه هذه الآيات لا يمكن أن تنطبق على الأمة. مش بس موسى بن ميمون اعترض على تفسير راشي، وهو ما كانش يعني شخصية قليلة، ولكن حتى في القرن السادس عشر الحاخام موسى الشيخ من الجليل في فلسطين أيضا قال إنه راشي ما كانش مصح في إنه هذه الآيات تنطبق على أمة إسرائيل، لأنه هذه الآيات لا يمكن أن تنطبق من ناحية النصوص، من ناحية الإيه؟ النصوص لا يمكن تطبيقها على شعب إسرائيل. فنجد أحبائي إنه مع إنه في بعض الأسماء اللامعة اعترضت على تفسير راشي، ولكن لأنه راشي موسوعته التفسيرية هي الموسوعة الأولى في مكتبة كل حاخام اليوم، ولأنه ما فيش حاخام اليوم إلا ما بيدرس راشي، ولأنه راشي تفسيراته في أشياء كثيرة أصابت وقبلت وقدرت كثيرا، فالكل النهاردة أصبح يؤمن أن هذه الكلمات تنطبق على شعب إسرائيل ولا تنطبق على فرد، ولا تنطبق على فرد. وعاوز أقول على أي أساس راشي طلع بهذه الفتوى. أحبائي، من أشعياء 40 إلى أشعياء 55 النبي بيتكلم عن عبد، العبد المتألم أو العبد الأمين أو العبد الوفي. وفي أحيان كثيرة، أو يعني في حوالي 16-17 مرة أشعياء بيذكر كلمة عبد. في أحيان كثيرة بالفعل كلمة عبد كانت بتشير إلى كل بني إسرائيل، وفي أحيان أخرى كلمة عبد كانت تشير فقط إلى فرد واحد. فعشان كده ممكن فعلا الحاخامات يتلخبطوا ويقولوا بما أنه أشعياء في بعض الأحيان بيتكلم عن عبدي إشارة إلى فرد واحد، وبما أنه في بعض الأحيان في الأصحاحات التي سبقت أشعياء 52-53 بيتكلم عن عبدي إشارة إلى شعب إسرائيل، فمش غريبة أنه راشي يقول لنا لا، هنا في 52-13-14-15 وكل آيات 53 إشارة إلى الشعب وليس إلى الفرد. تعالوا أديكم مثلا أمثلة لكلمة عبد عندما تشير إلى كل بني إسرائيل. فمثلا لو فتحتوا معايا أشعياء 41-8، افتحوا معايا أشعياء 41-8، احنا بنقرأ الأصحاحات التي تسبق النبوة اللي احنا بصددها اليوم. أشعياء 41-8 تقول: وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي. هنا النسل كله، نسل إبراهيم خليلي، بيشار إليه كعبد، يعني أدي عبد الفرد بيشير إلى كل نسل إسرائيل. طيب تعالوا مثلا نقرأ أشعياء 43 عدد 10، نجد أنه إشارة واضحة أيضا أنه كلمة عبد بتشير إلى كل بني إسرائيل. أشعياء 43: أنتم شهودي يقول يهوى، وعبدي الذي اخترته. أدي هنا بيتكلم بصيغة الجمع، كل الشهود، كل إسرائيل هم شهود لي، وبيمثلهم أنه جملة الشهود هما إيه؟ عبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا به. فهنا أدي مثال تاني لكلمة عبد عندما تشير إلى الشعب ككل، إلى الشعب إسرائيل ككل. مثلا مثال ثالث
أشعياء 48 عدد 20. أشعياء 48 عدد 20: اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، بصوت الترنم اخبروا، نادوا بهذا، شيعوا إلهي أقصى الأرض، وقولوا قد فدى يهوى عبده يعقوب. قد فدى يهوى عبده يعقوب، يعني هنا دعوة لكل شعب إسرائيل في السبي البابلي أن يخرجوا. وبعدين بيقول إيه؟ الشعب كله شبه بعبد يعقوب أو عبد إسرائيل، يعني بفرد، يعني الشعب شبه إيه؟ بفرد. من الملفت للنظر أحبائي أنه أشعياء 48 20 هي آخر مرة يرمز إلى الشعب ككل بعبد واحد آخر مرة. يعني بعد كده كل الإشارات أنه في العبد بيتكلم عن إيه؟ عن فرد واحد. يعني أحبائي عاوز أديكم آية عشان تشوفوا إزاي كان أشعياء بيتكلم في الأصحاحات التي تسبق النبوة عن العبد، مرات تشير إلى الشعب ومرات تشير إلى فرد واحد من الشعب، فرد واحد من الشعب. طيب نفتح أشعياء 42، أشعياء 42 ونقرأ وهنشوف أحبائي، هنقرأ من عدد 1 إلى 6، من عدد 1 إلى 6 هنشوف إنه هنا العبد هو فرد واحد من شعب إسرائيل، ولا يمكن تنطبق كلمة عبد هنا على الجماعة. هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته. هكذا يقول يهوى خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا يهوى قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. هنا بيتكلم عن فرد واحد هيكون هو الوسيلة لتوصيل النور مش بس للأمم، الأمم اللي هم إيه؟ الغير يهود، ولكن هيكون أيضا الذي يثبت عهد يهوى لشعبه. يبقى مش ممكن هنا العبد تشير إلى الشعب، لأنه هنا بيقول أنا هجعلك أنت الذي تثبت عهدي للشعب، لشعبي يعني شعبي، وتكون نورا للأمم. فهنا واضح جدا أنه كلمة عبد هنا في 42، أصحاح 42 في الآيات الأولى 6 اللي كتبناها، بتشير إلى واحد، فرد واحد من الأمة اليهودية هيكون نور للأمم، وهيجعل إيه؟ وهيكون مثبت عهد يهوى لشعبه، شعب إسرائيل هو الذي سيثبت العهد. أحبائي عاوز أقول حاجة، أمة إسرائيل أو الشعب اليهودي لم يحقق خطة يهوى، ولكن أحد أفراد هذا الشعب اللي هو المسيا هو الذي استطاع أن يتمم نيابة عن تقصير كل الشعب المهمة التي في الأساس أعطيت للشعب. يعني لم يهوى اختار شعب إسرائيل، اختار شعب إسرائيل عشان يكون من خلاله يعطي نور للعالم كله، ولكن شعب إسرائيل دائما تمرد على يهوى ودائما أخطأ ودائما، عشان كده يهوى سمح بشتاته. ولكن هل
بطلة خطة يهوى، لأن الشعب اليهودي لم يتمم خطة يهوى. هل بطلة الخطة؟ لا، يهوى قال أوكي الشعب لم يتمم، أنا هجيب واحد ابني عبدي من الشعب، واحد يهودي من الشعب، وهو هجعله عهدا للشعب ونورا للإيه؟ للأمم. فده مثال واضح في أشعياء 42 إنه كلمة عبد أحيانا كانت تشير إلى الجماعة كل الشعب إسرائيل، وأحيانا تشير إلى إيه؟ إلى فرد واحد. وأنا أديكم هنا مثل إنه إزاي تنطبق إلى إيه؟ إلى فرد واحد. طيب أحبائي، إذا جينا قرينا أشعياء 49 اللي هي تسبق مباشرة النبوة، هنشوف إنه هنا بيتكلم عن فرد واحد مش بيتكلم عن الشعب. اقرأ معايا من عدد واحد: اسمعي لي أيتها الجزائر، واصغوا أيها الأمم من بعيد، يهوى من البطن دعاني. طب اقلب إلى عدد ثلاثة: وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. أحبائي، لم يتم تمجيد يهوى من قبل شعب إسرائيل في أي وقت من تاريخهم الماضي، ولكن الوحيد الذي مجد الآب كان هو المسيح. أدي عدد إيه؟ ثلاثة. اقرأ معايا عدد خمسة: والآن قال يهوى جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه. هنا واضح أنه بيتكلم عن إيه؟ عن فرد من الشعب، فرد واحد هيرجع كل الشعب. لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني يهوى وإلهي يصير قوتي. واضح جدا أنه مع أصح مع بداية 49، بدل ما كان الكلام أشياء أحيانا على العبد أنه إشارة إلى فرد وأحيانا إشارة إلى الجماعة، نجد أنه مع نهاية أصح 48 توقف أشعياء عن الإشارة إلى إسرائيل كعبد، وإنما دلوقتي ابتدى بيسلط الأضواء على أحد أفراد الشعب اللي هو إيه؟ المسيح المختار اللي هيتمم خطة يهوى للأمم كلها ولشعبه أيضا. شوف أحبابي يقول لهم إيه؟ فقال قليل، عدد خمسة نراها مرة تانية: والآن قال يهوى جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب. هذا الشخص، هذا العبد المتألم اللي قرينا عنه في أشعياء 52 و53، هذا الشخص العبد المتألم اختاروا يهوى جبلوا من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه، فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني يهوى وإلهي يصير قوتي. عدد ستة: فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. فقد جعلتك، يهوى بيخاطب هذا العبد اللي هنقرأ عنه في أشعياء 52 و53، يقول له قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أحبائي، إسرائيل لم تتمم، شعب إسرائيل ما عمروش كان نور للأمم، بالعكس كان كل الأمم بتحارب اليهود، بتحارب لهم. بينما هنا أنا بيقول إيه؟ جعلت يهوى بيخاطب هذا العبد، هذا الفرد اليهودي، بيقول له أنا قد جعلتك نورا للأمم. وبالفعل من وقت ما جاء السيد المسيح وهو نور للأمم، عشرات وملايين من البشر على مر العصور منذ صعود السيد المسيح قبلوا السيد المسيح كإيه؟ كمخلص العالم، وأصبح بالفعل هو ليهم نور الإيه؟ نور العالم. فأحبائي، واضح جدا أنه إحنا دلوقتي في أصحاح 49
لحد ما نقرا 52 التسليط الاضواء دلوقتي مش على الامه اليهوديه وانما على هذا المسيا، هذا العبد اللي قبل ما يتسامى وقبل ما يتعالى ويرتقي جدا جدا زي ما قال لنا في عشية 52 لابد من ان يتالم يتالم. تعالوا احبائي نشوف بقى هل بالفعل التفسير بتاع راشاي هذا الحاخام اللي النهارده هو المرجعيه الاولى لاي تلميذ للتلمود، اي تلميذ بيقرا التلمود وبيدرس التلمود وعايز يفهم التوراة، اي تلميذ يهودي لابد ان يلجأ ويستند في درسه الى تفسيرات راشاي. وراشاي يعطى هذه المسؤولية، هو بمفرده الحاخام اليهودي اللي في القرن الحادي عشر استطاع بتفسيره الشاذ هذا أن يتسبب في عدم إدراك أي إنسان يهودي إنه أصحاحات 52 إلى 53 بتتكلم عن شخص يهوشوا المسيح اليهودي المسيا مخلص العالم. واصبح النهارده ما فيش اي انسان يهودي يتاثر او قلبه ينفطر الما وحزنا عندما يقرا هذه الكلمات، يقول لك لا دي بتنطبق علينا احنا، مش بتكلم على واحد، بتكلم علينا احنا، احنا اللي تالمنا من اجل الشعوب، احنا اللي تالمنا من اجل التكفير على الشعوب. فتعالوا نشوف هل حتى هذا التفسير يستند إلى أسس تفسيرية صحيحة؟ تعالوا نقرأ من عدد أصحاح 53 عدد 1. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع يهوى؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع مختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. هنا راشي قال ده ملوك العالم بيبصوا لنا ويقولوا دول ناس محتقرين، اليهود دول ناس محتقرين، ناس بتوع آلام، احنا يعني ما كناش بنشوف فيهم إلا ناس شواذ. لكن راشي يقول لك لكن أحزاننا حملها. هنا راشي بيقول دول ملوك الأرض بيقولوا إيه؟ بيقولوا أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من يهوى ومزلولا. هنا راشي بيقول لهم الآية دي بتقول إنه إحنا الملوك بيقولوا علينا انه احنا افتكرنا لما هم بيتشتتوا ويسبوا ده لانه مغضوب عليهم من يهوى، مغضوب عليهم من الههم، والههم تسبب في ان يسلمهم لايدينا. ولكن هم دلوقتي الملوك يعني راشي بيقول لهم كده، الملوك الارض هيكتشفوا ويقولوا لكن الشعب الاسرائيلي مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. هنا راشي بيقول لهم الآية دي بتقول إنه الملوك هيقولوا بس إحنا شفينا بسبب ألام الإسرائيليين، بسبب ألام اليهود في تشتتهم إحنا حصلنا على سلام. تاريخيا هذا لم يحدث، أي شعب بسبب اليهود انتهى من الوجود. الأشوريين سبوا اليهود، سبوا اليهود انتهوا من الوجود فلم يحصل شفاء. البابليين سبوا اليهود انتهوا من الوجود فلم يحدث شفاء. المصريين سبوا اليهود لمئات السنين، تحولت مصر من مملكة عالمية إلى دولة فقيرة. يعني اللي عاوز اقول ايه، لم يتم شفاء. يا راشي هنا بخاطب هذا الحاخام اللي توفى من حوالي 950 سنة ولكن ترك تفسير مدمر وقاتل وغير كتابي وغير تاريخي ويتناقض مع النص.
فين الشفاء اللي تم للأمم اللي ثبت وأذلت شعب يهوى اليهودي؟ فين الشفاء؟ طيب عدد 7 برضو هنثبت انه لا تنطبق هذه الكلمات على شعب اسرائيل. ظلم اما هو فتذلل. حد يقول لي في تاريخ اليهود انت لما تظلموا تذللوا؟ بالعكس، دائما كانوا يتمردوا، ودائما كانوا يشاكسوا، ودائما كانوا يحاربوا. ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها فلم يفتح فاه. فين في تاريخ اليهود كأمة تتصف عليهم هذه الكلمة، الكلمات انه كانوا كنعجة صامتة امام جازيها فلم تفتح فاه؟ من الضغطة، عدد 8، من الضغطة ومن الدينونة اخذ، وفي جيله من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء، انه ضرب من اجل ذنب شعبي. هنا احبائي موسى بن ميمون هذا اليهودي الفطحة ايضا اللي اتكلمنا عنه منذ قليل، قال لك يا راشي، يا راشي، هو جاء بعد راشي بمئة سنة، قال انا احد الاسباب التي تجعلني ارفض هذا التفسير، ارفض هذا التفسير، هو انه هذا التفسير بتاع انه النص الآية 8 من أشعياء 53 يتعارض تماما مع النبوة اللي موجودة في إرميا 31 35 إلى 37. أحبائي إذا فتحتوا معايا نبوة إرميا 31 35 إلى 37 ونقراها، هكذا قال يهوه الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائد القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حين تحج أمواجه، رب الجنود اسمه، إن كانت هذه الفرائد تزول من أمامي يقول يهوه فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة. أحبائي هل توقف نسل إسرائيل أن يكون أمة في أي يوم من الأيام؟ بحسب الآية الموجودة في أشعياء 53-8 تقول إيه؟ وفي جيله من كان يظن أنه قطع يعني انتهى أو قتل من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. فهذا الحاخام موسى بن ميمون قال أحد الأسباب التي اعترض فيها على تفسير راشي لأشعياء 52-53 بأنها تنطبق على شعب إسرائيل وليس على المسيا، إنه الشعب ما عمروش انتهى، لأنه لينا وعد في إرميا 31-35-37 اللي فيه يهوه بيقول زي ما الشمس موجودة والقمر موجودة هكذا أنا أتعهد بأنه مش هيكون في أي جيل لا يوجد فيه يهود، لا يوجد فيه يهود، وهذا بالفعل حصل. طيب نيجي عدد 9، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. إزاي دي تنطبق على أمة ملهاش أي تفسير؟ ما راشي مداش أي تفسير مقنع في هذه الآية. وبعدين الآية بقية الآية رقم 9، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. يا راشي، يا حاخام راشي، مين يقدر النهاردة من اليهود يقول انه لم يعمل، انه شعب اسرائيل لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش؟ بس بصوا اليوم حوالينا واقروا الجورنال كل يوم، هل يستطيع انسان يقول عن شعب اسرائيل النهاردة او دولة اسرائيل النهاردة انها لا تعمل ظلما ولم يكن في فمها غش؟ أحبائي نفس النبي هذا في أشعياء 59، يعني بعديها بست أصحاحات، نفس النبي هذا الذي أعطانا هذه النبوة، ومعرفش إزاي الحاخام راشي صاحب أشهر موسوعة تفسيرية عند اليهود يجرؤ أنه يعطي اليهود هذا التفسير
وفي أشعياء 59 تعالوا نشوف أشعياء بيقول إيه عن اليهود. 59 ونقراها من عدد 1 إلى 9. ها أن يد يهوى لم تقصر عن أن تخلص، ولم تسقل أذنه عن أن تسمع، بل أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم، شفاهكم تكلمت بالكذب، ولسانكم يلهج بالشر، وليس من يدعو بالعدل، وليس من يحاكم بالحق، يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب، قد حبلوا بتعب وولدوا إثما، فقسوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت. أحبائي، ده كلام نفس النبي اللي أعطانا هذه النبوة، واللي راشي بدل ما يفسرها التفسير الأوحد وهي أنها بتتكلم عن المسيا الفرد اليهودي الذي سينجح حيث سقطت الأمة كلها، نفس هذا النبي بيجي بيوجه هذه الاتهامات وبيفضح اليهود، بيقول لهم ليس، عدد 4، ليس من يدعو بالعدل، وليس من يحاكم بالحق، وعدد 5، فقصوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت، الآكل من بيضهم يموت، والتي تكسر تخرج أفعى، خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون بأعمالهم، أعمالهم أعمال إثم، وفعل الظلم في أيديهم، أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي، أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق، طريق السلام لم يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. العدد الأخير اللي هقراه دلوقتي، من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل. أحبائي، هل هذه الأوصاف أو هل هذه التهم أو هذه الإدانات اللي بيدينها أشعياء إلى نفس الشعب اللي راشي هذا المفسر اليهودي الذي أضل بتفسيره كل أتباعه، هل ممكن هذه الأوصاف اللي قرأناها عن شعب إسرائيل في أشعياء 59 تكون مطابقة لأوصاف المكتوبة لنا في أشعياء 53 عن إنسان لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش؟ إزاي ممكن تكون نفس الأمة الموصوفة في أشعياء 59 تكون هي نفس الأمة اللي بيدعي راشي إنه موصوفة في أشعياء 53؟ يا أحبائي، كل هذه المحاولات اللي بيقوم بها الحاخامات لإبعاد أنظار أتباعهم عن قبول الموت الكفاري لهذا اليهودي اللي اسمه يهوشوا المسيح، اللي يهوى أوجده كعبد متألم ليه عشان يثبت عهده مع شعبه، وفي نفس الوقت يكون نور للأمم. اليهود لا كانوا ولا اليوم ولا هيكونوا في يوم الأيام نور للأمم، وهم قد رفضوا السيد المسيح، لأنه الوحيد اليهودي الوحيد اللي هو يهوى اختاروا أن يكون نور للأمم هو هذا العبد المتألم الموصوف في أشعياء 53. والنهاردة كل اهتمام كل الحخامات اليهود هي أنه يبعدوا عن أنظار اليهود هذا المسيا اليهودي اللي جاء لكي يتمم خطة يهوى، وهي بتوفير ذبيحة كفارية عن كل خطايا البشر. النهاردة اليهود بسبب راشاي الحاخام راشاي
أصبح يوحنا أشعياء 53 لا يعني أي شيء بالنسبة لهم. وهقول لكم كمان مفاجأة كبرى، في العادة في المعابد اليهودية إن كل سبت يقرأوا جزء من التوراة وجزء من أسفار العهد القديم، جزء من أسفار العهد القديم، ولأنه بيقروا على مدار السنة بيقروا الأصحاحات العهد القديم جزء منها مع جزء من التوراة، بحيث انه يجوا في مدة معينة من الزمن ويكونوا قد غطوا التوراة كلها وغطوا أسفار العهد القديم كلها قراءة. وكانوا لما يجوا عند أشعياء 53 أو الآيات الثلاثة الأخيرة من 52-53 كثير من اليهود المستمعين القاعدين في المعابد يستمعوا يستغربوا لما يسمعوا هذه الآيات وعندهم فكرة عن تعليم المسيحيين حول المسيح، فيبتدوا يسألوا أسئلة للحاخامات، ليه ما يكونش هذا الأصحاح بيتكلم عن المسيا اللي هو اتصلب ومات، اليهودي اللي اتصلب ومات؟ فالحاخامات عشان يريحوا نفسهم من هذه الأسئلة ومن هذه الشكوك اللي تبتدي تدخل في عقول اليهود، عملوا ايه؟ حذفوا هذه ال 15 آية من القراءة الأسبوعية. يعني لو انت قعدت في اي معبد يهودي طيلة فترة قراءة الكتاب المقدس على مدار مدة من الزمن سنة واكثر، مش هتيجي تلاقي انه أشعياء 52 لحد عدد 10 يتقري وبعدين ينقلوا من أشعياء 52 عدد 10 ينقلوا مباشرة إلى أشعياء 54 دون أن يتوقف لقراءة أشعياء 53 وآخر آيات من أشعياء 52. كل ده ليه؟ لأنه خلقوا صنم، وهذا الصنم هو أن يرفضوا المسيح ويرفضوا موت الكفاري، وبسبب الحاخام يوحنا بن زكاي في القرن الأول اللي كان من نفس مدينة السيد المسيح اللي قال إنه ما نحتاجش الذبائح الكفارية للتكفير عن خطايانا، وممكن بطرق أخرى كالصلاة والصوم والأعمال الخيرية أن نكفر عن خطايانا، وبسبب الحاخام رشاي وإلغاؤه للتفسير الواضح ليوحنا لأشعياء 53 أصبح النهاردة اليهود مستغنين استغناء تام عن السيد المسيح. صلاتي لكل إنسان يهودي بيبحث عن الحق إنه يرجع إلى أشعياء 53 ويبتعد عن تفسير رشاي حتى يفتدي حياته قبل فوات الأوان.